مرحبا، اخبار مواقع التواصل الاجتماعي من تلفزيون سما ولوج ان بلشت، لحتى نشوف شو اخر الاخبار من مختلف المنصات بالساعات القليله الماضيه. خلينا نبدا ليتس لوج ان بالبدايه على فيسبوك. بداية أخبارنا اليوم راح تكون من مصر، مع قضية شغلت الرأي العام المصري هناك من حوالي سنة ورجعت اليوم لحتى تختم حالة أو تكتب آخر فصولة. قضت محكمة الأسرة بأسوان بإسقاط حضانة أم طفل الشيشة عنه وعن شقيقته بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، راح نشوفه هون على الشاشة، لهذا الطفل وهو ممسك بالشيشة أو الأرجيلة يعني. وقررت محكمة الأسرة بأسوان ضم الطفل أدهم محمد صابري اللي عمره 4 سنين وأخته حواء لجدة والدة الأب بالقضية المعروفة إعلاميا بمصر بطفل الشيشة. وبتعود أحداث القضية هي لأكثر من سنة تقريبا، مع صورة انتشرت عبر فيسبوك ظهر فيها طفل بيبلغ من العمر 4 سنين وهو عم يمسك الأرجيلة وبجانبه كمان سلاح أبيض كبير الحجم، سكين كبيرة يعني. وبوقتها وردا على هذا الشيء رفع الأب محمد صابر دعوى قضائية على طليقته عم يطالب فيها بإسقاط حضانتها عن الأطفال وضمهم لوالدته بسبب إهمال الأم، يلي قالت الأم أثناء التحقيق معها بوقت القصة أنه هي صورة ابنها مظبوط، ولكن موضوع الشيشة والسلاح الأبيض مفبركين ومحطوطين بصورة عن طريق الفوتوشوب على حد زعمه. ولكن بالنهاية ارتأت المحكمة بالحكم يلي أصدرته من ساعات قليلة بس بعد سنة من بداية القصة هي، أنه صورة بتنم عن إهمال جسيم بتربية وتنشئة الطفلين وتعريضهم للخطر، ولهيك قضت بإسقاط حضانة الأم فورا. ورح نشوف هلأ تصريحات الأب يلي نشرها وتداولها رواد السوشيال ميديا بمصر بعد صدور قرار انتزاع الحضانة من طليقته. أنا محمد صابر والد الطفل أدهم اللي هو طفل الشيشة المعروف إعلاميا بطفل الشيشة. بداية الواقعة كانت أساسا من سنة، إن أنا شفت الصورة في صفحة خال الطفل منزل صورة ابني بيشرب شيشة وسنجة جنبه، يعني منظر ما حدش رضي بيه. أنا عملت قضية إهمال في الأم وتم التحقيق مع الأم، وبشكر السادة المسؤولين يعني حكموا على الأم والخال بحبس سنة وغرامة مالية. أنا والله ما يهمنيش حبس حد، وأنا عايز أحبس حد ولا ضر حد، أنا عايز عيالي أربيهم تربية كويسة، العيلين ولد وبنت هما، البنت عندها 1 سنة و7 شهور والولد عنده 4 سنين ونص اللي هو الطفل اللي كان متصور بالشيشة والسنجة ده. فأنا بطلب من المسؤولين إن أنا اتحكم لي من كام يوم، من يوم 29 في محكمة الأسرة بأسوان. ورح نروح لتاني أخبارنا بحلقة اليوم اللي رح نعمل فيه لوج إن هالمرة على تويتر. بخبرنا التاني رح نضل بشكل ما ضمن سياق أخبار مصر، وإنما هالمرة بالاتجاه الرياضي وبالتحديد مع كأس أمم أفريقيا المليء بالمفاجآت والقصص الغريبة يلي عم تصير بالكاميرون. عم يواصل سوء التنظيم السيطرة على منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون، وكانت آخر الفضائح طريقة استشفاء لاعبي المنتخب المصري وبمقدمتهم نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد مواجهة المنتخب المغربي بربع النهائي. انتشرت عبر تويتر وبكثافة هي الصورة يلي بتظهر محمد صلاح برفقة عدد آخر من لاعبي المنتخب المصري وهن عم يقوموا بالاستشفاء العضلي بعد المباراة باستخدام الثلج، ولكن بشكل بدائي للغاية بحيث استعان اللاعبين بمعدات غير احترافية للقيام بهذا الموضوع مثل الطشط فعليا يعني، يمكن واضح هون بيسار الصورة يسار ولا يمين، هاد بيمين الصورة، والمي المثلجة اللي كانوا حاطينهم إياها بسبب نقص الإمكانيات الكبير والمعدات وسوء التنظيم يلي واضح كان بهالنسخة من كأس أمم أفريقيا. كثير الصورة السخرية والانتقادات للكاميرون على سوء تنظيمها غير المسبوق لهالدورة من كأس أمم أفريقية. واللافت كان بمباراة مصر والمغرب ما كان هي الصورة بس، وإنما الشجارة اللي كمان نشب بين المنتخبين بعد المباراة بغرفة تبديل الملابس ويلي نتج عنه قرار بإيقاف عدد من لاعبي المنتخبين عن اللعب لعدة مباريات من قبل لجنة الانضباط والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالإضافة لغرامة على المنتخب المصري تجاوزت حاجز 100,000 دولار. بضل بحلقة اليوم غير خبر أخير بالختام، رح نعمل لوج إن على إنستغرام. رح نختم الحلقة اليوم بالطريقة الأغرب يلي ما بظن ممكن تخطر أو تمرق على بال حدا،
وبعتذر مسبقا عن كم القرف والغلاظه يلي ممكن تشوفوهم بخبرنا الحالي. عم يخوض شخص من الولايات المتحده الامريكيه تحدي جديد بيقوم من خلاله باكل اللحوم النيه كل يوم لمعرفه المده اللي يمكن من خلالها يبقى على قيد الحياه من خلال اتباع هذا الاسلوب او النمط الغذائي. هالشخص يلي ما كشف عن اسمه عم يوثق تجربته عبر حساب على انستغرام بيحمل اسم Raw Meat Experiment، وقدر يستمر حتى اليوم بتناول طعامه المفضل غير المطبوخ لمده اكثر من 78 يوم، بتضمن هذول الاكلات صدر الدجاج، شرائح اللحم والسمك حتى الني تماما. وهذا الشخص لهلا ما تعرض لاي تسمم غذائي حاد رغم المخاطر الصحيه المعروفه لتناول اللحومات وهي نيه. هذا الشخص كمان بيقوم بتسهيل عمليه البلع والمضغ لوجباته باستخدام او شرب مخفوق البيض الني او حتى الحليب الني غير المطبوخ تماما، وعلى حد تعبيره بهالطريقه لتناول الاكل بيكون عم يطبق حميه رجال الكهوف بالعصور الغابره والقديمه. اللافت اكثر بقى انه رغم كل هالقرف وجلعصه هي، حساب Raw Meat Experiment او تجارب اللحم النيه على انستغرام صار في عندهم ما يفوق 80,000 متابع لحد هي اللحظه. يبدو جوع الشهرة وجوع الاتنشن والاهتمام واصل بالبشرية لما طرح كتير غريب. يعني هذا الشخص بيعرف عن نفسه عند الناس او قدام الناس انه هو شخص عم يقوم بهي التجربة لحد ما يموت فعليا بالتسمم الغذائي اللي بينحكى عنه الى هلا هو ما لمسه رغم كل تحذيرات الاطباء من صعوبة او مخاطر تناول اللحومات النية لا نظرا للبكتيريا والجراثيم ممكن تكون موجود فيها، فهو مصر بهي التجربة ومكمل فيها لحد ما يموت، ولكن عم بيحقق هي الشهرة العالمية اللي عم تحكي عنها كل المنصات الإعلامية ووسائل السوشيال ميديا وكمان برنامجنا واحد من هي المنصات. على كل لهون كانت حلقة اليوم توصل لنهايتها، أنا برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بحلقة جديدة وأخبار جداد. من هون لبكرة ضلوا بألف خير. Let's log out.